أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف صاحب بدعة، علما بأن الحجة قد قامت عليه لكنه مصر على بدعته؟ بدعة تختلف، إن كانت بدعة مكفرة كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله فهذا لا يصلى خلفه، لأنه ليس بمسلم، مشرك، الذي يعبد غير الله هذا مشرك. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان يقرأ القرآن، وإن كان يحفظ الفقه ويحفظ الصحيحين والسنن ويحفظ، ما دام أنه يعبد غير الله فهو مشرك، فلا يصلى خلفه ولا يقتدى به. أما البدعة التي دون الكفر ودون الشرك فهذه قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب وقد تكون من الصغائر، البدعة تختلف. والصلاة خلفه حسب دفع المضار وجلب المصالح. فإذا وجدت إماماً مستقيماً وعلى السنة رحل معه صل مع الإمام المستقيم، إذا لم تجد تصلي ولا تترك الجماعة، لأن صلاته صحيحة ما دام أنه مسلم فصلاته صحيحة، لكن مع المناصحة له لعله يتوب، لعله مع المناصحة له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.